قالت أولئك الذين كفروا بربهم. زين، شنو وجه الكفر؟ وجه الكفر يعني أولا إنكار للقدرة وإنكار للعلم، واللي ينكر ضرورية من ضروريات الدين قطعا كافر. قدرة الله عز وجل إذا أنكرها الإنسان كافر بلا كلام، إذا أنكر علمه الله عز وجل، علمه محيط بالأشياء كلها، وعلم الله عز وجل لا يعجب عنه شيء، وكذلك قدرته غير محدودة. لكن بعض الناس يخلط بين من؟ بين القادر وبين المقدور. شوية تنبلي، اكو بعض الناس يصير عنده خطأ، يعني هذا مثل واحد لما طبع على الإمام سلام الله عليه أبو شاكر الديصاني، طبع على الإمام قال له ربك قادر؟ قال بلى. قال له قادر على أن يدخل الدنيا في بيضة بحيث لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا؟ الطبيعي الإمام سلام الله عليه ضرب له فرد مثل تقريبي، طبعا ما أبقى الجواب العلمي، قال له أنت روح عاين بالسطح وتعال. راح صعد عاين ورجع، قال له شفت أنت؟ قال له والله شفت مساحة طويلة، مزارع وأراضي ونخيل، مسافة جدا طويلة. قال له هاي بيش شفتها؟ بيش عينتها؟ قال له بعيني. قال له عينك كلها لو قسم خاص؟ قال له لا، بالبؤبؤ هذا الصغير بقد حبة الماش. قال له زين، هذا اللي مسافة شهر وقدر يدخل بقد حبة الماش، ما يقدر الله يدخل الدنيا في بيضة؟ اقتنع الرجل، طلع مقتنع تماما. الجواب طبعا إقناعي مو علمي، بس الجواب العلمي القدرة ما تتعلق بالممتنعات الذاتية، لأن الامتناع الذاتي هذا مو نقص بالقدرة، نقص بالمقدور. شلون يعني نقص بالمقدور؟ يعني هي البيضة ما بيها قابلية تأخذ الدنيا، مو معنى قدرة الله ما، لا لا، نبه. فالمسألة الواقع أكو بعض الناس يخلط بين المقدور وبين قدرة الله، لا تتناهى، لا حدود لها. الله عز وجل قال هذا، إجا أنكر صار كافر بربه. زين، الكفر إذن نتيجة إنكار ضروريات لا بد من الإيمان بها بالنسبة إلى الله عز وجل ووحدانيته وإلى صفاته الكمالية. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.